السلام عليكم، يا مرحبا الساعة. نكمل وياكم مشروع بغداد. فوتات شوي كبير، يعني أنا سويت مدينة أكبر مما تخيلت. عندي مشكلة في تمام، زين ما يبالها مشوارع. عندي مشكلة كبيرة في الزباين، وهذا بيكلفني وايد بوست انكم. بس مجبور أخاك لا بطلوا، مجبور أخاك لا بطلوا. ما أسوي ورا القطار؟ هذا وايد بين قصري. أنا أحسب شوي في مخي نويز. منو بيتحمل النويز من شغلات الكبيرة نفس هاي ولا شارع رئيسي؟ كم سيارة عندهم؟ هاي 25 سيارة بعد ما كفت ترى صناعية. وين كان النووي؟ وين صار مكان النووي؟ طلعوا شركات. أنا آسف أعزائي الشركات، لكن الحين بكسر يمكن ما كسر كم كل أصعب شوي. نبغى مكان ممكن إني في هذا بدي اكل بايت. شوفيني شوفيني في شيء هنا، هني خدمات في كهرباء، شيء في شيء ناشب. زين خلنا نسوي هني شارع سيدي. نجرب احطيه هني روب تو ستيل. نعدل المكان، نخلي سيده، نطلع من الشارع. هذا غصب عرفتوا؟ تعرفون دفع ولا دخول آلاف الآلاف يطير على منو؟ على شغلات لا يمكن تتخيلونها. الحين استوى عندك كباسيتي كبير ان شاء الله. عاد كباسيتي كبير الزمن الزمن. اول ما قلت كباسيتي كبير على طول. ونبى واحد قريب من المنطقة هاي، قريب من المنطقة. وين بحطه؟ في المطار؟ لا، نحطيه على الشارع هني. في ماي اوريدي موجود، اوكي. في خدمات عامة كلها توصل لك، ممتاز. بيكفيني لفترة معينة، بيكفيني وايد ترى. جاربج برودكشن 766,000، وقاعد اسوي كثر. ان شاء الله تمسح عند الزباير شوي، والناس بتموت اقل. بدك هني زباير مصيبة مصيبة. شو هذا؟ ما كان يقول يا بشارع قبل تفكرون؟ وديت اللي قبله. على اساس هذا يكفي. يبالي مشوار عيل برايم. مو متفجرهم الحين، الحين نبغى نسوي بغداد. بكبر صناعية شوي. زين. بكبر صناعية شويتين. شوي طبعا صناعية منتج كبير. شو بنسوي؟ بس زون داخل. زين داخل بغداد. هذا بسمي بغداد فورست. هذا ليش؟ انه هذا بغداد فورست. اوكي هذا هذا في حرف غلط. بغداد بغداد فورست. اوكي بنحط فيه شو؟ صناعية.
هذا حق منتجات زيادة، في أقل تلوثا من هاي، خلي راعي ظروف بيئية شوي 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 على طول النهر، النهر اللي ناشف الحين مش طايق يوصل له مي. متى بيوصل الماي زين؟ لعبنا نحن نحقي ماي زين. إذا السالفة بالطريقة هاي بحق نقطة ماي هني، زين هني نشوف شو بيسوي لنا. الله ما يغرق المدينة، بس تراها ماضي أسود معي هذا. قول هذا بالذات هني في ماي، شوفوا جاي من دام مكان ماي، ماي طول الدر هني بيستوي في ماي الحين، وبنحط نقاط ماي عادي مو مشكلة، بزيد نقاط ماي بس أهم شيء ما يغرق المدينة. لو غرق المدينة بتلعبس زين. شو ينقصنا الحين؟ نقصنا منطقة تعليمية. حلو، أبغى أسوي منطقة تعليمية لحالها بروحها، نسوي منطقة تعليمية هنا. اللي هي مدارس، بحطي مدرسة المدارس اللي هي كوميونيتي سكول والمدارس العادية، بس ببدأ بالكوميونيتي سكول. شكل نبغى مكتبة، أحيث كان في أسطورة بخصوص مكتبة الطلبات تذكرون؟ ما تذكرون صورة كتبت وقتها تحت البحر؟ أنا أشوف بيطلع حلوة صح؟ مكتبة بغداد، حطي مكتبة حق بغداد البحر، شوفوا الفيو. بس باركنات هنا وين بيهم يبركنون هاي؟ خلنا نسوي شارع، شارع قديم بين المكتبة. شو جديمة ترى قديم، ما أعرف ليش بس أحس بيناسبة وايد. ايوه هذا بيكون شارع صح، بس الباركنات مش ضابطة. شو بنسوي؟ بنرفعها شوي، مش شوي شوي شتين هاي. اوكي الدرب خطير الصراحة. درب وايد خطير هاي، لو حد يطيح من هني بيدي عليه والله. نبا لأن الدرب هذا ما نبا حد ينزل منه. نبا حتى سكرتي فنس هني مع باركن، لا نبا فنس هذا مال بارك على فكرة، هذا مال اكسبانش جديد، هذا مش مود اللي بتشوفونه، هذا مش مود. والله انه جميل، لو انه مش مود لكن الصراحة والله انه جميل.
سيجا للشارع نبع ولا بسه؟ بس هني يبالي شوي تعديل. أغر الفرشاة ولا هذا مع شو؟ زين باركنات ورا زينة، بس يبالنا باركنات قدامه بعد. باركن قدام قدام المبنى نفسه. 1x4 2x4 مالي ولا هاي؟ ايوه بالعرض. حلو بيكم، شوف وياي على طول الشبك، بعد على طول الشبك. شو يبغى شوي نرفعه ولا ننزله؟ نرفعه ونساوي الأرض، سوري ونساوي الأرض وياه زي هاي. أساس يستوي البارك، نشوف سيدة. حلو البارك شبه سيدة، اللي هو البارك. وهني الشارع يودينا لين آخر شيء، بس أحس أظل منه في الشارع. الشارع حلو بس مش مكانه، لا هاي شارع حق صناعية مو بحق مكتبة نفس مكتبة مكتبة نفس هاي على الشاطئ. الشارع ودي اكي بايت. زين تسوي بقول شوي ودي اكي بايت، ما اقدر اسوي له ابجريد حاليا لانه موصل. خلى الحين بالطريقة هاي، هو حلو صراحة، هو حلو بس شو شارع الكرنيش تي بالطريقة هاي احس مش اوكي يعني صراحة. بس الزمن زين نمد لنا كهرباء هني، احس انه مش اوكي يعني، مش سالفة شي بس مش اوكي. والله النهار امتد حاليا، بس هني يباله شكله نقطة زيادة. بس الحين شوف شكل المكان، اوكي استوى شكله النهار نفس الأول. مكتبة بغداد يبال المكتبة قدامها شيء صراحة، يبال مكتبة قدامها نوع من أنواع الترفيه. ووتر ريكويرد، ما أقدر أحط الماي هني. كافيه زين بنحط طي، ما نبغى نجي نحط كافيه ولا بارك كافيه أصلا، ما ينحط هني، نحط الله ينحط هني. طي كافيه عادي بس بيكون كافيه هذا ما ياخذ مكانه. عندي المكتبة شي كوفيات، إن شاء الله يكون شغال ترى، يلا يكون شغال. نامد اظن ما بيكون شغال الطريقة هاي، لا ما بيشتغل، يطقع بالجو انه ما يشتغل. المكان لازم يكون جميل في المنصب. فشو بسوي؟ بسوي منطقة حديقة هني، اوكي حديقة هني، وبعدين بني بالمدارس. ما عليكم، انا الحين في مكتبة بغداد. نبغى اول شيء ممشى، ها كله ترى يخدم الخطة التعليمية يعني. مش جسر مهمي بين وين بين هني جسر. جسر مشاهد
شغال يعني، بس مش انه كي يعني زين زين. هاي سوي سيدي الناس بتمشي، بس بتمشي حق شو؟ في حديقة صغيرون بنسويها. بنحول الزون لشو؟ سوري انا حطيت زون غلط. اوكي بسميها المكتبة بارك. اوكي بنحط فيها شو؟ بوابة مكتبة صغيرة، بوابة حديقة صغيرة، نحط فيها مش هذي سيتي بارك. بنحط فيها نبغى سايد ووك، سايد انترس اسمه المين جيت. ايوه هذه مال المكتبة، نحط فيها شارع خط واحد بس ما في غيره. الطريقة هاي نشيل السنة من فوق زين، ونحط سمول جيت سايد جيت هني على الباب. اوكي ونحط شو داخل؟ نبقى يعني عند مكتبة تشيسبورد يكون منطقي. تشيسبورد شيء عادي، ما نتكلم عن المكتبة نحن، الناس بتلعب شطرنج صح ولا لا؟ وعندنا نحط شوي كم من ظلة في الدرب، الناس تتجمع يمكن يقرا كتاب بس. بس لحظة من وين بنسوي شيء؟ خلنا نحدد حدود الحديقة بس ما نخرب. هذه هاي من بارك لايف ترى، نكنسل كل المواقف السكنية لان هذا هو خطر. شليت الاسم بنكتور وبعده تنح. هاي اللي حطيناها هناك شوفوا كلهم، هاي من الاكسبانشن نفسه. هذه هاي حديقة طبعا. انزين نبغى شغلات منطقية ان احنا نحطيها هني. مثلا هني بنحط الله يعزكم الحمامات قريبة منو. خلينا نبدلنا الشارع هني داخل، نحط فيها ونسار بستروم مالنا. ايوه نحط فيها الله يعزكم الحمامات هني. الناس طبعا لازم تبتدي حمامات والسوالف. انفو بوث اول ما يدخلون، ما في انفو بوث هني، هي حديقة صغيرة ما تستاهل انفو بوث. تبالها كافي اوكي وملعب شطرنج. ترامبولين لا مش مكانه. لوحة ارشادات بسيطة، لحظة لوحة إرشادات بسيطة أساس واحد يدخل يعرف وين ساير. لوحة إرشادات من البوابة الجانبية حلو، ونحط فيها طبعا نبا سان بينت. ساس بينت يا جماعة الخير، والله نسيت من سان بينت. لأن هني كان هني أيوه
حطي هني افا. يمكن لانها زو اريا، يمكن لانها سبارك اريا. حط فيهن هني مثلا مجموعة كراسي، واحد اثنين ثلاث اربعة بروحهم، هني واحد اثنين ثلاث اربعة، نحطي وسطهم ليتات، نحطي لهم ارضيات جميلة. ليش اقول لكم الارضيات ذيك اليوم سوينا فيها في الحديقة؟ قر يلسة هني، يلسة تشيبان، هاي يلسة تشيبان من خاطر سوون فيها يلسة. طبعا ما نبغى الناس تعقو صاخبتها كل مكان، بنعد عند الأماكن كلها تقريبا. الله يعزكم زبايل. عقلنا هني شكلها هناك يختفي، تصدقون هني هم نازلين، هم نازلين يكفي. نبا ما نبا بارك ساين هني. هاي شو حق صغارية، مكتبة، وهذا أحس ما يركبنا بعض، يبغالنا كاشي ثاني اللي هو جنب الطرنج هذا. لا في ناس ساكنة في المنطقة، يعني في مجال نسوي. في ناس ما تبي تجلس هناك وتجلس هني، هذا بعد جلسة ترى. زين ونسوي جلسة ثانية هني، مقابلات بعض، جلسات هاي، هاي جلسات. هذا بارك اريا انفو، في حد وياها الحين؟ ما حد بيها. ايوه ذكر شي، طبعا اكيد ممنوع، عندي تول مالي الحين، خليكم تبركنون هني، مو عليه، ممنوع الباركن، ممنوع ممنوع. حط لكم بركنات حق شو انا؟ حق شو حط لكم بركنات؟ هسه تأذوني؟ والحين شو يباله؟ ممشى هني يباله، بس في ممشى عادي يستوي في الحديقة، ممشى رمر يعني. انا وين يعني؟ نقول شو السالفة؟ ما يبالي من مشوف الصوت هذا، مش من كبر المكان يعني. لا حليو الممشى وايد في هذا المكان، فنان وايد الممشى هذا. تعرفون شو يباله؟ وليتات الحديقة، ليتات الثيم نفسه مضبوطة والله. أعطيه ليتات طول الدرب، هذا توصل هني بروح اوتوماتيك، مو مشكلة. والناس بتستعملها على فكرة، بيطلعون بيدخلونها منه، يضيق شوي الموضوع، بس أظن بيتصلح مع الوقت، مو مشكلة يعني، بيلاقوا له حل. بنحط نخل زيادة هني، هي مكان النخل. كان جميل. هذا مكان اشجار مسلم، هذا مكان اشجار هاي. من الخارج وانتو جايين تشوفوا كل النخل. زين بعد الشجار يخفف ازمة حشرة الشارع شوي بشكل عام، يعني الحديقة اللي تقعدون فيها ومحاوطينها اشجار حتى لو حولها زحمة، يكون فيها شيء من الراحة أكثر، حولها شير بشكل عام يعني. حولها
داخل شيء ما بخلي وايد شير كثير، ضمن حوالين حد ياخذ بس يكون كثير. بارك اريا، هاي كانت حلقتنا، بس ترى خلصت وقت الحلقة عندنا. هذه كانت مكتبة بغداد، نشوفكم حلقة قادمة مع مدارس بغداد بتكون على الأغلب، وبنسوي شوي بالانسينج ما بين السكان وغير السكان، وأشوفكم في حلقة قادمة على خير، والسلام عليكم.